السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل كيو ار للصفحة بتاعتك او الموقع بتاعك، مش محتاج تروح لمكان معين، مش لموقع معين ولا حاجة. شايف العلامة دي، علامة شير ذيس بيج في جوجل كروم، مجرد تدوس عليها تقدر تاخد اللينك كوبي او تبعته للموبايل بتاعك او كرييت كيو ار كود. اول ما تعلم على كيو ار كود هيبدأ يعمل لك الصورة ديت، تمام؟ يبقى الرمز ده لو عملته بالموبايل يبدأ يفتح لك الصفحة دي. تقدر تقول له داونلود، يروح يحمل لك الصفحة، والصفحة دي تقدر تشاركها مع أصدقائك عادي، هي صورة بي ان جي.